الانطلاقه للمؤتمر الدولي حول تنميه الواحات وشجر النخيل والنسخه الاولى واللي كيتقام تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله حفظه الله، وهو ملتقى اللي غادي كيجمع خبرات وعلماء وباحثين واساتذه جامعيين من عده دول وكذلك صناع القرار و يعني عده دول كانت ممثله اليوم. والهدف هو الدفع بالتفكير حول المقاربه لاجل المحافظه المجال والنظام الايكولوجي الواحاتي، واللي للحفاظ عليه خصنا برامج تنمويه اللي تكون ملائمه واللي تكون مندمجه وتاخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد طبعا الاقتصاديه، الاجتماعيه، الانسانيه، الثقافيه، والحفاظ على هذا الموروث الزراعي اللي هو جد مهم واللي اليوم كيتعرض لعدة يعني أزمات، وخصوصا المناخية اللي ولات حادة، فخاص يعني استثمار مشاريع تنموية خاصة ودعم جديد. فبلادنا كانت سباقة في هذا المجال عبر عدة برامج وديال القطاعات، عدة قطاعات، وأذكر منها مخطط المغرب الأخضر بين 2008 و 2020 اللي أعطى واحد دفعة التنمية ديال الواحات عبر يعني تنظيم وتنمية سلسلة النخيل لأن هي العمود الفقري للنظام الواحاتي، وكذلك سلاسل إنتاج الزعفران والورود وكذلك النباتات العطرية والطبية. كانت هناك كذلك عدة تجهيزات تحتية فيما يخص الماء، التهيئات الهيدروفلاحية، وكذلك التثمين ديال المنتوج ديال الواحات عبر خلق وحدات ديال التثمين ودعم التعاونيات وصغار المنتجين والفلاحة ودعم كذلك ديال القنوات ديال التسويق. اليوم استراتيجية الجيل الأخضر واللي طلقها سيدنا الله ينصره في 2020 حتى 2030 واللي كتجي كتبنى على مخرجات مخطط المغرب الأخضر واللي كتهدف للتنمية ديال القطاع الفلاحي، فعملات من التنمية ديال الواحات والسلاسل الإنتاج اللي موجودة فيها من الأولويات ديالها، وعقدنا وقعنا عدة عقد برامج في هذا النطاق، عقدة البرنامج مع الفيدرالية البيمهانية للنخيل، الفيدرالية البيمهانية للزعفران، الفيدرالية البيمهانية ديال الورود، وعندنا برامج ومشاريع أفقية ديال التهيئة التحتية، فك العزلة في المجال الماء، تقنين استعمال المياه، يعني كيفاش نعملوا أكثر فيما يخص الإنتاج بأقل كمية من المياه، وكذلك وضعنا الإنسان في قلب يعني المعادلة، وكاين كذلك استراتيجية ديال التنمية القروية اللي كتمشي موازاة مع التنمية الفلاحية. على هامش هذا المؤتمر الدولي عقدنا كذلك اجتماع مع الدول المشاركة واللي عندها الواحات وكذلك الممثلين ديال المانحين والمنظمات الدولية اللي حضرات، اجتماع اللي كيخص تخص يعني الواحة المبادرة اللي أعطتها بلادنا في 2016 في إطار الكوب 22 واللي كتسمى الواحة المستدامة، والهدف من هذه المبادرة اللي بغيناها تكون على الصعيد معترف بها على الصعيد الدولي هو تكون عندنا واحد الرافعة لأجل تعبئة الموارد وتعبئة الخبرات لصالح المناطق الواحاتية والنظام الإيكولوجي الواحاتي، ويكون فيه كذلك التعاون على الصعيد يعني البلدان اللي عندها نفس الإشكاليات واللي عندها الواحات. فاليوم كان هذا الاجتماع تحضيري لواحد الاجتماع وزاري اللي غادي يكون إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل،
واللي غادي تكون المخرجات ديالو غادي تقدم في الكوب 28 اللي غادي تكون في الإمارات العربية المتحدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مندوب وزارة الزراعة الأردنية مشارك في المؤتمر الدولي لواحات ونخيل التمر. في البداية بحب أنقل تحيات المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمعالي وزير الزراعة إلى وزارة الزراعة وزارة الفلاحة المغربية، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر بالإضافة لكافة الأشقاء من البلدان العربية والبلدان الصديقة لدعم المغرب في الواحات المستدامة، وإن شاء الله يا رب أنه يتم الموافقة على اعتماد الواحة المستدامة مستقبلا في كوب 28. وإحنا في الأردن أيضا لنا تجارب في نخيل التمر، ونقف إلى جنب المملكة المغربية صفا واحدا في تحقيق كافة الإنجازات والمتحققات المستقبلية إن شاء الله. ما هي التفاصيل التي يمكن أن تعطوننا بخصوص ما توصلتم إليه حاليا؟ يعني إحنا حاليا في اليوم الأول من هذا المؤتمر كثير من البرزنتيشن تم تقديمها في هذا اليوم. التقينا مع معالي وزير الزراعة ومع كافة المنظمات الدولية الداعمة لهكذا مبادرة، وإن شاء الله أنه غدا سيتم استكمال هذا المؤتمر ويتم يعني أخذ الخلاصة من قبل جميع المشاركين فيه، وبإذن الله أنه يلقى القبول وتتحقق كل الآمال والطموحات خلال هذا اليومين. L'IFAO est ravi de participer à ce premier congrès sur les oasis et les palmiers dattiers, parce que les oasis constituent un écosystème unique, riche en biodiversité, et les populations qui vivent dans les oasis aussi ont un riche patrimoine culturel. Mais en même temps, les oasis constituent un écosystème vulnérable et fragile. Et ces écosystèmes sont maintenant exposés à beaucoup de chocs. Par exemple, le changement climatique qui se traduit par plus d'extrêmes climatiques, on voit plus de sécheresse. Et cela accélère, par exemple, la dégradation des sols. Et cette biodiversité qui fait la richesse de ces écosystèmes est menacée. Donc, dans ces conditions, c'est vraiment une très bonne initiative d'organiser ce congrès qui permet à toutes les parties prenantes de réfléchir à la meilleure stratégie, aux meilleures options pour assurer un développement durable de ces écosystèmes uniques.